ينضم إلينا من البحرين جمال داود النائب في البرلمان البحريني. سيد جمال، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. أريد أن أسألك أولا، لماذا سترة هي من أكثر المناطق في البحرين التي تتعرض لهذه العمليات التخريبية؟ نعم، هو أولا لابد أن ننتبه إلى مسألة في غاية الأهمية. نعم، بأن الأسلوب الإيراني يعتمد على مسألة التخريب والفوضى وإثارة الفوضى، فلذلك تنتقي مراكز معينة ثم تنطلق من خلالها. يعني سترة تم اختيارها نظرا لقوتها ومكانتها بحيث أنها قريبة من المناطق الصناعية والتجارية بشكل أساسي. كثير من المشاريع التجارية الصناعية الكبيرة هي قريبة من منطقة سترة، بالإضافة إلى أنها شارع تعتبر طريق مهم بالنسبة لحركة المصانع وحركة التجارة ومعارض السيارات وكثير من المؤسسات التجارية في هذه المنطقة. وإثارة الفوضى في هذه المنطقة هي عملية ضغط اقتصادي وتجاري من أجل إثارة الخوف وترهيب السكان من جانب، وترهيب كذلك أصحاب المؤسسات لمحاولة خلق الإرباك الأمني والتجاري داخل المجتمع البحريني ككل. طيب، في التقرير قبل قليل يعني قال الزميل محمد اليوسي بأنه يعني الهدف من ذلك هو دفع الأهالي للخروج من البلدة، والسؤال هنا يعني كيف يتم دفعهم وهم يعلمون بأن أبنائهم هم من قاموا بهذه العمليات التخريبية؟ نعم، المسألة ليست في دفع الأهالي للخروج، ولكن هي عملية ضغط، لأن العمل عندما تبدأ هذه الجماعة، هذه الفئة التي وظفتها إيران لإخلال الأمن داخل أرض البحرين، إنما تستهدف استقطاب وسحب رجال الأمن للمواجهة، ثم العملية الإعلامية السياسية التي كما شهدناها على مدى السنوات الطويلة بالأسلوب المزدوج بالمواجهة مع الشرطة ثم التحدث والتباكي على ما جرى داخل المناطق السكنية عندما يتم المواجهة مع رجال الأمن وعملية إيقافهم ووضع حد لتجاوزات هذه الزمرة التي تحاول دائما إثارة نوع من الفوضى في المناطق السكنية لبعد أن تتباكى فئة أخرى موالية لها وتتعاون مع إعلاميا وسياسيا بأن الأهالي يتعرضون للأذى من خلال تلك المواجهات أو تحرك رجال الأمن في المناطق السكنية التي هي تعرضت للإثارة والفوضى من قبل هؤلاء الأبناء أنفسهم كما أشرت لهم. طيب، في الصور التي نقلناها قبل قليل عرضناها قبل قليل، لاحظ أن من يقوم بهذه الأعمال هم من فئة الشباب ومن صغار السن، 15 ربما أو أقل من ذلك ربما. وسؤالي هنا، من الذي يقوم بتحريض هؤلاء الشباب الصغار في الداخل البحريني؟ وهل تتخذ إجراءات ضدهم من قبل الأمن البحريني؟ من يحرضون؟ أحسنت أخي الفاضل. أولا لننتبه إلى مسألة، العملية ككل لا تقف عند فئة محددة تقوم بمثل هذه العمليات، ولكن هي عملية منظمة واسعة تستهدف أولا الشحن الفكري منذ سنوات، الخمس سنوات تبدأ فيها الأساليب الإيرانية، ثم تنطلق وتتحرك مع فئة الشباب، ثم تنطلق في عملية الاقتناص ومحاولة صيد فئات من الشباب لعملية القيام بزيارة إلى إيران، وثم تدريبهم في معسكرات الأرهاب الإيرانية المعروفة التي بدأت واضحة ومكشوفة علنا أمام العالم ككل، بحيث أن يعاد هؤلاء الشباب إلى أقرانهم وأصحابهم وزملائهم في هذه المناطق. ولا ننسى هناك إغراق مالي، بمعنى أن هناك يعني ضخ أموال لهؤلاء الفئات من الشباب بحيث تتوفر لهم لتحركاتهم وتمويلهم في أي عملية. هذه المسألة أخذت منهج واضح ومستمر لفترة زمنية طويلة. من الذي يضخ هذه الأموال أو يعطيهم إياها في الداخل البحريني؟ أنا أتحدث المسؤول عن ذلك.
لذلك كما ظهر في التحقيقات التي تمت مع بعض الأشخاص الذين تم ضبطهم، يتم توفير الأموال بطرق طبعا بالدس وتوفيرها في أماكن معينة، خاصة كما بينت في الاعترافات بأنهم يضعون الأموال لبعض الشباب في دورات المياه في المساجد وبعض دور العبادة ومناطق من هذا القبيل، بحيث يذهب الشخص ليستلم هذا المال دون أن يراه أحد. فلذلك عملية توفير المال لم تأتي من فراغ، اختصار شديد وبطبيعة الحال لم يعد لدي المزيد من الوقت. هناك نقطة الآن، الكثير من البحرينيين المثقفين البحرينيين يتحدثون عن ذلك، بأنه موجود طابور خامس داخل البحرين. هل هناك أي تحرك من قبل الحكومة البحرينية للتعامل معهم؟ نعم، ما في شك، يعني الآن بدأت الحكومة ومنذ فترة أيضا، لم تبدأ من الآن ولكن منذ فترة، بعملية إعادة توعية الشباب بالمفهوم الوطني، كذلك بأهمية إعادة النظر في العلاقات مع إيران، وكذلك مسألة الزيارات المستمرة إلى إيران. يجب أن يكون هناك توعية وأيضا النهوض بالفكر والوعي الفكري وعملية البعد عن الشحن الفكري المناهض للدولة. ولا ننسى دور المجلس النيابي، مجلس النواب في مملكة البحرين، يعقد اجتماعاته باستمرار وينظر إلى وضع استراتيجية وطنية يعني متكاملة بالتعاون مع الحكومة جميع الوزارات للنهوض بالفكر المجتمعي الوطني الذي يصد جميع المحاولات التي تحاول تستهدف مملكة البحرين وكذلك منطقة مجلس التعاون ككل، كما لاحظنا وشهدنا من خلال السنوات الماضية في تلك الأعمال الإرهابية. شكرا جزيلا لك من البحرين جمال داود، النائب في البرلمان البحريني.